اتهم أربعة من مرشحي الرئاسة الموريتانية منافسهم المرشح محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري المستقيل بأنه يهمل اتفاقية داكار نصا وروحا. يأتي هذا قبل أن تدخل الحملة الانتخابية للرئاسة الموريتانية أسبوعها الثاني، حيث كانت السمة الرئيسية للمرشحين الانقسام قبيل الانتخابات بين رافض للانقلاب ومؤيد له. إلى التفاصيل. تكاد الحملة الانتخابية للرئاسيات في موريتانيا تدخل أسبوعها الثاني حتى أخذت منحنى آخر، فالاتهامات والاتهامات المضادة كانت السمة الأبرز لمرشحين انقسموا قبل الانتخابات إلى معسكرين رافض للانقلاب ومؤيد له. جنرال عزيز اتهم منافسيه بالعمالة والسعي إلى تشويه سمعة الجيش الموريتاني في الخارج، ما أجج الصراع ودفعه إلى السخونة. الجبهة الوطنية للفساد ممولة من طرف أموال الفقراء، اتحدوا كاملين، اتحد اللي كان معارضة واللي كان موالاة 2008 و2005 و2008 كامل، عاد السياني كامل إياك يسدوا الباب أمام الإصلاح، ما يدوروا شي ثاني، يدوروا لا يسدوا الباب أمام الإصلاح. تصريح محمد عبد العزيز بأن الجيش مستعد للتدخل إذا وصل من أفساهم المفسدون إلى السلطة اعتبرته المعارضة تهديدا صريحا بالانقلاب في حال خسارته، وطالبت الجيش بالالتزام التام بالحياد، متهمة أن الجنرال المستقيل بالتنكر لاتفاق داكار، حيث حمل مدير حملات الأربعة الكبار والعبد العزيز مسؤولية ما يقع بعد ذلك. صرح المترشح السيد محمد العبد العزيز بأنه سيفوز في الشوط الأولي، مما يوحي بأن هنالك نوع من اللجوء إلى عمليات تزوير. الإسلاميون والذين كان البعض يتهمهم بالتملص من الجبهة المناوية للانقلاب والتوجه لدعم عزيز في الشوط الثاني في حال وصوله إليه دخلوا خط المواجهة معه، وأنكروا ما أسموها الألفاظ التي تعكر جو التنافس التي تصدر من عبد العزيز، معتبرين أنه ليس ناطقا رسميا باسم الجيش وعليه أن يعي أنه مرشح كبقية منافسيه. هناك اتهامات وهناك دعايات وهناك إطلاقات تصدر من بعض المرشحين أو من أحد المرشحين أو من مرشح معروف أو من الجنرال محمد عبد العزيز، حقيقة لا تناسب جو التنافس السياسي الذي تعيشه البلاد. وإلى أن تتضح جرية الأمر يبقى المواطن العادي مشدوها بحملة هي الأسخن الحملات وأشدها تجاذبا في تاريخ ديمقراطية موريتانيا الحديث. هي انتخابات مفصلية في تاريخ البلد، لكن ما يعقد استطلاعة الرأي هو تبدل قناعة الناخبين وشراء ذمم. 10 مترشحين لمنصب الرئيس العاشر في تاريخ موريتانيا، وإلى أن ترشح كفة أحد هؤلاء يبقى رئيس موريتانيا المستقبلي في علم الغيب. محمد لولي، النيل، قناة مصر الإخبارية، نواكشوط.